السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده خضار سوتيه مع سلمون ونص حبايه بطاطس حسب احتياجك وحسب سعراتك الحراريه، او رز بني حسب المتوفر عندك. خضار السوتيه النهارده حله ميه بتغلي تحت، بنحط الطاسه بحيث انها تسد الدنيا تبقى محكمه، كل ما كانت محكمه يعني لو هي دي كده كانت تبقى احسن من كده، بحيث ان البخار يطلع من هنا. الخضار النهارده هنحط 150 مشروم و150 بروكلي و100 فاصوليا، والشطه ديت علشان تدي تست الحراره. الوزن بعد التسويه، يعني انت ممكن تسوي بكميه زياده وتوزن بعد التسويه. هنغطيها ونسيبها مع بعضها ونولع النار على الطاسه تيفال ديت او اي طاسه بحيث انها ما تلزقش. هندهن هنا بشويه زيت صغيرين جدا عشان نتفادى ان السلمون يلزق او حاجه. دي فرشه سيليكون، هي افضل في الدهان من الفرشه الشعر لانها بتشيل اقل. هندهن، هنحط مثلا حته السلمون هنا، هندهن يعني اقل من جرام او 2 جرام زيت، ولسه السلمون هيخرج دهون من عنده وهو ثانية ضعيفة عشان ما لهاش قشرة، هنسمي اللون نقلب بالراحة. بسم الله ما شاء الله، خلاص يعني هي شبه مرة أو بدأت تستوي من الوجه الأول. زي ما انتم شايفين هي ما نزلتش، يعني الناس كنت أنا في مرة مصير الوجبة بتاعتي وقالوا لي إزاي أنت تعملها في طاسة من غير ما تلزق منها. اه زي ما انتم شايفين هي نقطة زيت بسيطة جدا، وبعد كده حتى نقطة الزيت بدأت تركن في الجوانب بتاعة الطاسة. هرش شوية ملح بصوت جدا، فلفل اسود، نبدأ بقى الجوانب بتاعتها، يعني نوقفها كده على الجانب ده ونوقفها بالطول كده. كده وقت الطهي خد معايا بالظبط 13 دقيقة. عملنا الخضار السوتيه والسلمون بتاعنا، نلف كده على الخضار السوتيه ونشوفه مع بعض.